الذي لم أقم بواجبي استغني وانتي أشد العقاب فأسمع أن تزور قبل الصفوف ترغب كل بجبوت الويل إن دصولا عندي قاعد أريني بجك ومسألك نفسي شرعت في البوك وقلت هي لم أقم به في القطب طلعتني سفرا ما أكتب بكتب تمرة أروح منه ما حامو يزيد ما تقدرش تهبط بلا ما تبوسني كنت شاطر بزاف خاطر واش كنت تغني غير انت تعرف واش كنت تقول على بالك ما انا فهمتك شاطر الوليد وين حفظتها في الدار عندك سيدي تاع مو يزيد ما عندكش سيدي عنده سيدي يضل ديرو وقيله الله يبارك قعد معايا وليدي